أمام مساحة في هذه اللحظات. يا لعيب برشلونة يسجل. تصويبة من ليفاندوفسكي. أي هدف هذا! يا الله على هجوم تصويبة لتقليص الفارق. الكرة في المرمى، حارس المرمى من حقه. أنطونيو روديغر، ضغط عالي جدا في الأمام. والكرة في المرمى. برشلونة يعزز تقدمه بهدفين الآن بهذه الكرة. الحارس يتألق ويبعد الخطورة. ديباي. كرة في المرمى. الشباك خاوية، بالتأكيد لن تضيع هذه الفرصة. بيعدي وبيمر بالكرة. مستحيل هذا الهدف، بأداء مثالي يتسع الفارق لأربعة أهداف. الحكم يتيح الفرصة لبرشلونة لاستمرار الهجمة. هدف تقليص الفارق، لكن التوقيت متأخر جدا.